مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم في قناتي. اليوم نتحدث كيف نجمع حديث 500 عام للسماوات مع سنوات الضوئية في عصرنا الحاضر. نذكر الحديث عن العباس بن عبد المطلب قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم ما بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكذا في كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء. كيفية الحساب ما بين السماء والأرض؟ أولا نتقدر ب500 عام. نعرف أن السفر قديمة في اليوم والليلة حسب ما ذكر العلماء للقوى، في الإبل تقدر بمعدل 83 كيلومتر، ونعرف أن السنة الكاملة 360 يوم. إذا نضرب 500 سنة في 83 كيلومتر في 360 يوم، يطلع 14 مليون كيلومتر. هذه المسافة بين السماء والأرض، وهي الغلاف الجوي والمغناطيسي والحراري للأرض. سماء الدنيا، نحسب سمك السماء الدنيا ب500 عام. من هنا نبدأ الحساب. سمك السماء الدنيا ولا يوجد مسافة بينها وبين غلاف الأرض، وتعتبر جزء منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه السماء الدنيا. ويكون ذلك بضربها بالمسافة بين الأرض والسماء في 500، يعني 14 مليون في 500 يطلع 7.47 بليون كيلومتر. إذا هذه المسافة هي سمك وحجم السماء الدنيا. وقد اكتشف العلماء أنها نهاية المجموعة الشمسية تنتهي بحزام كايبر، والتي تنتهي على مسافة 7.47 بليون كيلومتر، وهذا توافق دقيق مع حسابنا، وهذا دلالة على صحة ما قلت إليه إن المجموعة الشمسية هي السماء الدنيا، وهذا موافق لما ذكر في القرآن: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. ثالثا المسافة بين السماء الدنيا والسماء الثانية، وهي تقدر ب500 عام. نأخذ سمك السماء الدنيا ونضربها ب500، يطلع الناتج 3 تريليون كيلومتر. إذا هذه المسافة هي الفاصل بين السماء الدنيا والثانية، وحتى يسهل علينا نحولها إلى سنوات ضوئية، ويطلع الناتج 0.395 سنة ضوئية. رابعا السماء الثانية، نقدر سمكها ب500 عام. نفس الطريقة نبدأ حساب سمك السماء الثانية، نأخذ الناتج السابق اللي هو 0.395 سنة ضوئية، ونضربها في 500، يطلع الناتج 197.5 سنة ضوئية. إذا هذه سمك السماء الثانية، وهي تزخر بالمجموعة النجمية القريبة من الشمس، والتي حددها العلماء أن مداها 200 سنة ضوئية. كيفية حساب المسافة بين الثانية والثالثة؟ نفس الطريقة نضربها ب500 عام للناتج السابق اللي هي 197.5 في 500، يطلع 98 ألف سنة ضوئية. هذه المسافة هي الفاصلة بين السماء الثانية والثالثة. سادسا السماء الثالثة، نحسب سمكها بنفس الطريقة ب500 عام، نضرب بالناتج السابق اللي هي 98 ألف سنة ضوئية، يطلع الناتج 49 مليون سنة ضوئية. هذه سمك السماء الثالثة، وهي في مدى ما يسميها العلماء كتلة فيرجو الهائلة، حيث حدد العلماء قطرها 55 مليون سنة ضوئية، يعني قريبة. وأخيرا السماوات الأخرى، وعلى هذا المنوال نستمر بنفس الطريقة، واختصارا للوقت نحسب حجم السماوات الباقية دون المسافة بين السماوات، مع أنها ضرورية في حساب سمك السماوات الأخرى بضربها ب500. ولكن اختصارا للوقت نذكر: السماء الرابعة تساوي 12 تريليون سنة ضوئية، السماء الخامسة سمكها 3 كوانتليون سنة ضوئية، السماء السادسة سمكها تساوي 771 سكستليون سنة ضوئية، والسماء السابعة تساوي 192 أكتليون سنة ضوئية. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.